اهلا وسهلا بيكم، انا خلود عماد الدين، فاشن ديزاينر من شركه كرييتيف اونلاين كورس. هنتعلم مع بعض في الفيديو ده ازاي نستخدم المكنه السنجر. هي دي مكنه سنجر صيني موديل 15 كلاس. المكنه دي في منها ياباني وفي منها صيني، هي بيبقى سعرها مناسب بالنسبه للمكن المنزلي، واستخدامها كمان بيبقى بسيط وسهل بالنسبه للاستخدام المنزلي. المكنه بتبقى جايه اجزائها كلها، كل قطعه لوحدها ما بتبقاش متجمعه. علشان تشتغلي بيها لازم تركبي الاجزاء، الموتور لازم يركب في مكانه والاطار لازم يركب في مكانه. هنتعلم مع بعض ازاي نجمع الاجزاء دي وازاي نتعرف على طريقه تشغيلها ولضم الخيط بتاعها. يلا بينا. المكنة عندي بتبقى جاية في الكرتونة بتاعتها، والمفروض يكون معاها البوكس ده زي كافر ليها يعني، والجزء اللي تحت ده بيبقى القاعدة بتاعت المكنة دي. المكنة بتبقى جاية كده الجسم ده في الكرتونة، فأنا بفكه وبعدين بحطه على القطعة الخشب دي، هي دي بتبقى القاعدة بتاعت المكنة، وده جسم المكنة بيبقى جاي معاها الجزء ده. الجزء ده هو بتاع المكوك، ماسورة المكوك، هنعرف بيركب ازاي. والجزء ده العجلة او الاطار اللي بيبقى بيركب في الجنب هنا بتاع الابرة، بيبقى جاي معاها زي علبة كده صغيرة. العلبة دي فيها قطع غيار، فيها المفكات بتاعة المسامير، بيبقى معاها العلبة اللي بيبقى فيها الزيت بتاع المكنة، لان انا عشان اشغل المكنة الاول لازم ازيتها، لان هي كلها عبارة عن اجزاء حديد، فالاحتكاك فيها ببعض ممكن يبوظها ويخليها ما تشتغلش بقوتها معايا، فلازم تتزيت. بيبقى فيها كذا ماسورة مكوك عشان الخيط، بيبقى فيها ابر، قطع غيار. تمام، دي الاجزاء اللي انا بحتاجها للمكنة. بيبقى جاي معاها العلبة دي، العلبة دي بيبقى فيها السير بتاع الموتور، وبيبقى معاه مسمار كده، المسمار ده اللي بيركب فيه الموتور، بيتثبت بيه الموتور. ده بيبقى شكل الماتور بتاعي اللي بيركب ورا هنا، ده 220 فولت. تمام، وده الكابل بتاع الكهرباء والدواس، الدواس ده اللي بدوس عليه بالقدم، وده الكابل اللي بيركب في الماتور علشان يوصل المكنة بالكهرباء. تعالوا بقى نتعرف ازاي كل قطعة من دول بيركبوا في المكنة نفسها. اول جزء هبتدي اركبه دلوقتي هو الجزء بتاع المكوك، بيبقى فيه مسمارين كده موجودين في المكنة، هما راكبين فيها، انا بفكهم وبعدين بروح اركبهم كده. لازم اتاكد ان المسامير ثبتت كويس. تمام، والجزء ده كده ركب عندي كويس. تاني حاجه هبتدي اجيب السير واحطه على الاطار ده هنا كده. تمام، وابتدي اركبه بالشكل ده. تمام، هنا بيبقى فيه مسمار كده صغير، بفكه شوية وبعدين اروح اركب دي هنا. لازم اتأكد ان هي ثبتت واقفل المسمار ده كده. دلوقتي بقى بعد ما ركبنا الاطار
بتاع المكنة وحطينا عليه السير، نتأكد بس ان السير على الإطار نفسه مش تحتيه. تمام، هبتدي بقى أركب الموتور. في فتحة هنا وفي فتحة هنا، أنا هثبت السير على العجلة دي كده في الموتور، وأحط الموتور بالشكل ده، أحط المسمار هنا وأبتدي ألف وأربطه كويس جدا عشان ما يبقاش السير مرخي، عشان تخيط معايا كويس. دلوقتي هنربط المسمار بتاع الموتور، بس ما ينفعش وانا بربط يبقى السير مرخي كده، فعشان يظبط معايا ويبقى مشدود هبتدي انزل الموتور تحت كده وخلي المسمار هو اللي فوق، واربطه كويس جدا عشان يبقى السير بتاعي مظبوط كده ويخيط كويس وما يقطعش مني الخيط. لو حسيت ان هو مرخي انزل الموتور تحت شوية وارفع المسمار واربط كده. بعد ما ركبت الطارة بتاعتي وبعد ما ركبت الموتور والسير، بفتح بقى العلبة بتاعت الزيت، بفتحها بأي مقص علشان ابتدي ازيت المكنة. المكنة اجزائها كلها عبارة عن حديد في حديد، فلازم ازيتها علشان تشتغل كويس. بزيتها فين؟ اي خرم موجود عندي بحط فيه نقطة زيت بالشكل ده، لما بحط الزيت هو هو بينزل في المسار بتاعه، يعني هو بيروح في الأجزاء بتاعته. هبتدي كده على الأجزاء دي أمشي عليها الزيت في الأجزاء اللي هيبقى فيها احتكاك، يعني هروح كده على السير احط عليه نقطتين زيت، وبعدين بفتح البيت ده كده وعلى الحديد اللي جوه ده ببتدي ازيتها. المفروض ان انا بعد ما بزيتها بجيبها واشغلها وازيتها اسيبها على الاقل يوم كامل لحد ما الزيت بتاعها يطبق على الحديد، علشان كمان ما تبوظديش الهدوم بتاعتي لما اجي اخيطها، فبسيبها على الاقل يوم كامل وبعدين ببتدي اشغلها. تعالوا بقى نشوف ازاي بنلضم المكوك وبنلضم الابرة. بعد ما ركبنا خلاص الموتور وتأكدنا ان السير مشدود وحطينا الاطار، هبتدي احط الكابل بتاع الباور عشان اشغل الدواسة. الدواسة دي بدوس عليها برجلي طبعا. طيب بعد كده بيبقى عندي في الصندوق اللي هو فيه قطع الغيار بيبقى فيه المسمار ده وفيه قطعتين السفنج دول، هعملهم كده واحطهم في الفتحة دي عشان اثبت عليها الخيط، وبعدين هجيب بكرة الخيط بتاعتي هثبتها هنا كده، وبعدين هطلع البيت بتاع المكوك بيبقى تحت الإبرة بالظبط كده، بيبقى فيه زي كليبس كده أنا بشده وبطلع منه المكوك. دي ماسورة المكوك. تمام، ببتدي أثبتها هنا، وبعدين باخد الإبرة بتاعت الفتلة بتاعتي وبعملها كده وبلفها على البكرة دي، وبعدين بلفها بإيدي شوية كده على المكوك، وبعدين هلفها وانزل الكليبس ده كده وابتدي اشغل دواس. هنبتدي بقى نجيب الماسورة بتاعت المكوك احطها كده في البيت بتاع المكوك، بيبقى فيه فتحة صغيرة كده فوق المسمار هخلي الخيط يمر منها، وبعدين خطافين او الدراعين اللي قدام بعض دول هخليه ما بينهم بالشكل ده. هاجي بقى واحنا بنركبها
المكوكلي عدلة، الدراع ده بيبقى فتحته فوق، فببتدي احطه كده، ولازم اسمع صوت التكة دي عشان اتأكد ان هو كده راكب مظبوط في مكانه. تعالوا بقى نلضم الابرة نفسها. هبتدي اجيب الخيط بتاعي بقى علشان نلضم الابرة نفسها، هخليه يمر في الفتحة دي كده، وبعدين ما بين الاطارين دول هخليه يمر بالشكل ده، وبعدين يدخل في الفتحة دي، وبعدين هشبكه في الدراع ده، وبعدين الدراع ده، وبعدين ابتدي الضم الابرة نفسها من الشمال لليمين بالشكل ده، وانزل بالبكرة كده عشان تنزل تجيب لي الخيط بتاع المكوك. كده انا نزلت بالبكرة جبت الخيط بتاع المكوك، لازم الخيطين دول يبقوا مع بعض، وبعدين برجعهم كلهم كده تحت الدواس ورا. انا برفع الدواس وبنزله بالدراع ده كده كده. انا لو الابرة بقى عندي حصل لها حاجة، اتكسرت او نعمت مني او اي حاجة، ببتدي افك المسمار ده علشان اغير منه الابرة. والمسمار ده بيبقى بتاع الدواس اللي بيتغير، ممكن اركب الدواسة بتاعت السوستة، ممكن اركب الدواسة بتاعت الكشكشة. تمام. بعد كده عندنا بكرتين، اول بكرة بتاعت العيار بتاع الخيط، يعني شدة الخيط، لو انا قفلتها قوي الخيط هيشد مني قوي وممكن يقطع. انسب حاجة ليها بتبقى على التلاتة او اربعة، بفك كده شوية كده وبظبطه على اربعة، وبعدين ارجع تاني اظبط العيار، ما بقاش قفل عليه قوي علشان ما يفكش مني، ما يقطعش مني الخيط، ولا بقى مرخية قوي علشان يخيط كويس. تاني حاجة عندي بظبطها الدراع ده، بظبط منه التوسيع الوسع او الضيق بتاع الغرزة. تمام. انسب حاجة ليها بتبقى على 8 بالشكل ده، وبالدراع ده لازم ابقى فكاه شوية، وبعدين بثبت بقى الغرزة بان انا بقفل المسمار بتاعي بالشكل ده كده. انا الغرز عندي بتاعتي مظبوطة. طيب المكنة دي ما فيهاش زرار منفصل للفرماتور، الفرماتورة هي اللي بتعمل الباك ستيتش او بتعمل بترجع القماش عشان تقفل على الغرزة، بتعمل غرزة عكس يعني. فبعمل ايه؟ ببتدي ارفع الدراع ده فوق وانزله علشان اعمل الباك ستيتش دي، او اعمل الغرزة العكس عشان اقفل الغرزة بتاعتي وهي فوق، وبعدين ارجع تاني اثبتها عند رقم 8 واقفل المسمار. ما حاولش احرك الدراع ده كتير عشان بينعم مني وبيبوظ. تعالوا بقى نشوف بعد ما ظبطنا الحاجات دي كلها الغرزة بتاعتها هيكون شكلها ايه. هرفع الدواسة بتاعتي بالشكل ده كده، وبعدين اسحب الخيط واقطعه، هو ده بيبقى شكل الغرزة بتاعتها. كده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، شفنا موديل المكنة السنجر المنزلي الكلاسيك العادية خالص، عرفنا طريقة تركيبها، طريقة تركيب الموتور والإطار بتاعها وقطع الغيار والأجزاء بتاعتها. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله يكون معنا فيه معلومة جديدة عن مكنة جديدة. شكرا ليكم.